أكثر من 300 مشارك من الصيادلة الخواص والمخابر الوطنية اجتمعوا من أجل الترويج لمنتجاتهم الصيدلانية، وذلك بالمركب السياحي دوريان بيتش بشاطئ تيرغا الساحلية. المبادرة هذه تزامنت وإطفاء الشمعة 20 لميلاد النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص. سي لا بروميير جورني ناسيونال دو سنابو اللي ندارت في الولايه تاعنا بمناسبه لانيفرسير لا 20 انيفرسير دو سنابو. هنا راهم لي زانفيتي كما كتشوفوا دي فارماسيان ابري 300 فارماسيان نتاع الولايه تاعنا ولايه موشنت، دي فارماسيان دوتر ولايه جاوا من كافه انحاء الوطن، جا رئيس نقابه الصيادله مسيو بالعمبري، جاوا اطباء، جاوا فاعلين في قطاع الصحه، وعندنا المخابر الوطنيه اللي كانوا سبونسوريزاو هذا ايزون سبونسوريزي هذا ليفينمون هذا. مخابر وطنيه مخابر اجنبيه ولو تام تاع هاد لا جورني سيتي لافنير دو لا فارماسيون الجيري. كفاءات واطارات تمن المبادره التي تحيي الروح التنافسيه في مجال الادويه والمعدات الصحيه. هذه مبادره مليحه لو سنابو يديرها كل عام، كاين عده مكاتب على المستوى الوطني وفي كل شهر او شهرين مكتب من السنابو يلورغانيز اون جورني. وهذه منفعة للصيادلة ومنفعة للغروسيست ومنفعة للإمبورتاتور. بكير مخبر جزائري عنده لوزين تاعو لوزين في دار البيضاء، يصنع تقريبا 100 دواء هنا في الجزائر وكلها 100% جزائرية. أروقة حملت بمنتجات جديدة محلية الإنتاج والهدف منها واضح، ألا وهو خدمة المريض والسعي لتخفيف العبء عن الدولة من ناحية الاستيراد.